في هذا التحدي المثير على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحنية وسباق المستشار الخاص لسمو الأمير. المسافة هي 8 كيلومترات. من ترحب بهذه الشعارات الكبيرة، الشعارات العملاقة المتميزة، شعارات أصحاب السمو والشيوخ والأمراء ومن يرغب من أبناء القبائل. نتابع أول التحديات وأول المنطلقين الباحثين عن الفوز والانتصار. هنا تأتي الشاهينية من تحتل المركز الأول بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. يتواجد الذهبي سالم بن فاران المري في عملية التضمير والمتابعة، بينما المركز الثاني أتابع ثاني التحديات. ومن تأتينا مزنة لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، علي بن حمد بن حسين الجرحب في عملية التضمير والمتابعة. ولكن هنا من وصلت الصائلة، حمد بن محمد بن مبارك الجهويل المري، من بدأ يتقدم مع المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع رابع التحديات. ومن تأتينا بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد المركز الرابع، مصيحة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم فهد بن حصين النعيمي في عملية التضمير والمتابعة، بينما المركز الخامس نتابع خامس التحديات. هنا تواقة من تصل لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود سعد بن طالب، وبكل جدار مصيحة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم فهد بن حصين النعيمي. أيضا هنا تواقة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود سعد بن طالب بن شريم. من ينضم مع هذا التحدي الجميل مع ثالث المراكز، لكن المقدمة لكن الصدارة الشحنية، الشحنية لكن مصيحة وصلت مشاهدينا متابعينا الكرام وتسللت إلى مقدمة الشوط العصاف الأبطال. حتى هذه اللحظات لم تصدر أي أوامر على مصيحة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم فهد بن حصين النعيمي مع مقدمة الشوط مع الصدارة. المركز الثاني الله يا الشحنية، الشحنية لا زالت في دائرة الصراع، سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني من يحتل المركز الثاني. المركز الثالث وصلت مواري لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، لكن وين وين الناموس، وين السلامات، وين التهاني؟ الله الله، مصيحة مشاهدينا متابعينا الكرام لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم من تنطلق مع المركز الأول. تهانينا تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على فوزه بالمركز الأول. الثاني المضمر فهد بن حصين النعيمي على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت الشحنية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، بينما المركز الثالث وصلت تواقة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. المركز الرابع حشمة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. المركز الخامس نحيلها إلى لجنة الخط والتحكيم. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات هذا الشوط. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وللمضمر فهد بن حصين النعيمي على فوز مصيحة بالمركز الأول. توقيت الزمني 13 دقيقة 7